بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه الرواية مقدمة نطرح محاور للبحث. المحور الأول أنه يجب حمل فعل المسلم على الصحة، بل حمل نيته على الصحة. البعض يشكك في كل شيء. شخص يسلم في حرب، عند الحرب، داخل الحرب، ولكن يقتله ذلك الرجل المسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله يوبخ القاتل، يقول له: لم قتلته وقد تلفظ بالشهادتين؟ قال: يا رسول الله، إنه خوفا من نفسه، يعني مو حقيقة اعتقد بألوهية الله ورسالتك، وإنما لمصلحة. شنو تلك المصلحة؟ أن لا أقتله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هل لا شققت قلبه؟ إن هذا الفرد هل لا شققت قلبه؟ من قال بأنه أسلم خوفا؟ يمكن أسلم حقيقة. البعض يكون فخر المشككين، كأنما التشكيك في كل صغيرة وكبيرة، في أعمال المسلمين، في نوايا المسلمين، هذا يكون فخر له. وإنما يجب حمل فعلهم، يجب حمل نيتهم على الصحة. هو هذا أصالة الصحة في عمل ونية المسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله، المنافقون الذين كانوا يسلمون على يدي رسول الله، الرسول كان يعلم ببطلان نواياهم. لمصلحة أسلم، عندما أسلم الأول والثاني أسلم لمصلحة، كما هو مذكور في التاريخ. أبو سفيان أسلم خوفا، مع ذلك رسول الله كان يعلم بأن إسلامهم عن نفاق، مع ذلك كان يقبل إسلامهم. نعم، تارة في غير الإسلام أعلم ببطلان نيته، هذا الأمر يختلف، ولكن إن لم أعلم ببطلان نيته أشك ما الذي قصده، أحمل قصده على الصحيح. يعني تارة شخص من الخطباء، من غير الخطباء، تكلم بكلام، هذا الكلام يمكن ما يطابق العقيدة الصحيحة، هل أرميه بالفسق والفجور أو أقول أخطأ في كلامه؟ يمكن لم يقصد هذا الكلام. السيد الوالد رحمه الله في المنظومة للسبزواري عند الشرح على المنظومة هناك يقول: كثير من العلماء المقدسين اللي كانوا هذول فلاسفة، ويمكن بعض كلماتهم تدل على معاني قد تكون معاني خلاف التوحيد أصلا، ولكن مع ذلك عندما نعرف أن هذا عالم مقدس كان طول حياته في الزهد ومرتبط بأهل البيت ومدافع عن أهل البيت، هنا نحمل كلامه على غير ظاهره، مو رأسا نرميه بالكفر أو نرميه بالفسق وما إلى ذلك، إما أن نحمل كلامه على خلاف ظاهره استنصارا لذلك العالم، أو نقول بأنه أخطأ في هذه الصغيرة، لا نشكك فيه ما دام أخطأ في قضية أو قضيتين. نعم، يمكن واحد كل حياته مبنية على التشكيك في ولائياتنا، التشكيك في قضايا الإمامة، يمكن فد واحد وصل إلى درجة من العلم وكل حياته مبنية على التشكيك، يعني مو هفوة وهفوتان، عشرات الهفوات. عندما يأتي إلى تربة الحسين ينفي قدسية تربة الحسين ويقول بأن تربة الحسين تحت أقدامه، عندما يأتي إلى المشاية ينفي قضية المشاية وأن هذه قضية مضرة، عندما يأتي إلى قضية الغدير ينكر قضية الغدير بأنها قضية إلهية، عندما يأتي إلى الفتاوى الشرعية والمسائل الشرعية
تجده مسألة مسألة يخالف المشهور، يخالف الإجماع، يفتي. إذا واحد كل حياته هكذا أصبحت زين، هذا مما يشك فيه، ونقول بأن هذا الفرد هذا فرد مشكوك فيه، لا يمكن أن يعتمد عليه، ما نقدر ننسب الخطأ إليه، نقول له هذا رجل متعمد. ولكن إن لم يثبت التعمد وبطلان نواياه فإصالة الصحة حاصلة في كل مسلم. الآية المباركة تقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد جاء يظهر لك الخير، لا تقول له أنت قصدك من الخير كذا وكذا، احمل على ظهره، والناس أيضا يحملونك على ذلك. يعني أنت إذا دائما بالتشكيك عاملت الناس، الناس يعاملونك بالتشكيك، وإن عاملتهم بما هو دأب الإسلام فيعاملونك كذلك، المعاملة بالمثل. هذا المحور الأول. إن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نحن فيه يقول لليهود: أنتم إنما صدقاتكم خيركم كلها باطلة لأنها رياء، لأنها السمعة. هو يقول: يا رسول الله لما تشكك فينا؟ هنا رسول الله يقول: هذا مو تشكيك فيكم، أنتم مبناكم كذلك. تارة فد واحد سيجي تاجر يمكن هم ممسك ما يبذل، في قضية يتصدق أو في قضية يبذل للحسين، لا تشكك في نيته أنه يمكن هذا بذل سمعة رياء كذا لقصد، ليش نقول إن شاء الله للحسين بذل. ولكن إذا واحد كل حياته مبنية على المخالفة لكل خير، إن صدر منه خير هنا هذا الخير لازم يكون محل تشكيك، وهذه قضية. المحور الثاني من البحث أن الملاك بالأعمال للأقوال، المخالفون لهم حجج. أي حاكم دكتاتور، أي حاكم ظالم، أي شخص مستبد له حجج في دعوة قطعا. أي واحد مزيف يظهر نفسه بمظهر المصلح، يعني حتى فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، استخف قومه فأطاعوه كذا كذا، ما فعل فرعون؟ أيضا عندما يريد أن يحارب موسى ماذا يقول على نبينا وآله وعلى موسى الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ يقول إن هذا الرجل رجل مفسد، فنريد أن نقطع فساده ونحسم مادة الفساد. في الآية المباركة يقول: وقال قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أشوف العاقبة الجيدة، أنا أدعوكم إلى سبيل الرشاد، سبيل الصلاح، سبيل الخير. هكذا يظهر نفسه، يظهر نفسه بمنظر المصلح، بس الملاك الأعمال مو الأقوال. بالنسبة إلى النبي موسى سلام الله عليه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. أنا خايف عليكم، أنتوا هذا دينكم، دين أجدادكم، آبائكم، موسى جاء يريد يغير هذا الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا مفسد، فنقف أمام إفساده. هكذا كل مستبد، كل ظالم له حجة. ولكن الملاك، السيد الوالد رحمه الله في كتابه يمكن السبيل إلى أنهاض المسلمين يقول: هناك إذا حزب تريدون تشوفون هذا حزب ديكتاتوري يو حزب ديمقراطي حقيقي، هذا الحزب فيه حريات أم لا؟ الآن الحزب يجي يدعي أنه أنا لو أحكم العراق أنا أجعل العراق بلد الحريات الإسلامية وأعمل وأعمل. السيد يقول: شوفوا تاريخ الحزب السابق، بالفعل هذا الحزب هل وجوه الحزب تتغير؟ إن هذا رئيس الحزب صار له 30 سنة هو الناطق أو الرئيس أو الأمين العام أم لا؟ كل 4 سنوات عندهم انتخابات حقيقية والوجه يتغير. إذا شفتوا تاريخه بالفعل تاريخ انتخابات وديمقراطية وحرية داخلية في الحزب، هذا الحزب صادق، وإلا حزب كاذب. مو بالألفاظ خور، واحد كان مرشح لمدينة من المدن قبل 10 سنوات، سأجعل هذه المدينة مدينة عالمية، وأنت مرشح شنو؟ مرشح للمجلس البلدي يمكن، بس أنت شلون تريد
فيرفع فد شعار كبير وتعالوا انتخبوني وبعدين يروح على عمله. إن لم يكن سارقا فلا يمكن أن يغير المعادلة. طبعا بالنسبة إلى هذه الآية رأيت رواية لطيفة أنه ما الذي منع فرعون من قتل موسى؟ لأنه قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه، لأنه هو فرعون استشار وزراء من كان في بلاطه لقتل موسى، أحدهم لم يشر إليه بقتل موسى، وهو فرعون هم ما كان يريد يقتل موسى، أبعده، هم قالوا أبعده. ليش؟ لأنه لا يقتل النبي أو الوصي إلا ولد زنا، وفرعون لم يكن ولد زنا، وكل من كان في بلاطه لم يكونوا أولاد زنا كما في الرواية في تفسير البرهان والتفاسير الأخرى موجودة. ليش؟ لأنه اللي يشير إلى فرعون بقتل النبي إلا لازم يكون ولد زنا، ولم يكن في بلاطه ولد زنا، حتى تلك ذلك الجبروت وتلك ذلك الطاغي الغريب أيضا يعني أيضا كان منشأ صحيح، بعدين هو انحرف. في يعني المهم أنه واحد لا يغتر بالمظاهر بالشعارات باللحية ومكان السجدة، لأنه كثيرين يغترون وبعد ذلك ينقلب عن الدين، يخرج عن الدين، يشوف إيه إذا هذا رجل دين ظلنا وأظله، هذا ما يحمل على الدين، لأنه أنت أخطأت في اتباع من يلبس، هو ذئب ويلبس لبوس الشات. المحور الثاني المرتبط بهذه الرواية الشريفة، لنا خلوص ولنا رياء ولنا سمعة. الخلوص شرط في العبادة، الخلوص يعني ذهب خالص، يعني ما بي غير الذهب، الشيء الخالص يعني الخالص عن غيره، عن الشوائب والزوائد. في كل عبادة الخلوص معتبر. رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يقول تصدقكم أعمالكم الخير لم تكن هذه الأعمال أعمال خالصة. لاحظوا بعض الروايات الخلوص، الخلوص يعني أن يكون العلة الغائية المحركة للإنسان نحو العمل الله عز وجل، هو هذا، يعني أن يريد الإنسان بالعمل وجه الله، هذا معنى الخلوص. الجائع ما الذي يحركه نحو الطعام؟ أن يشبع، هو هذا الهدف. العامل ما الذي يحركه نحو العمل؟ الكاسب نحو العمل، الربح، هو هذا العلة الغائية التي تنقدح أولا في الذهن وتقع آخر، يعني هذا يريد يربح يحصل على أموال فيروح يشتغل وبالنتيجة يصل إلى تلك الأموال، هذا معنى الخلوص. الخلوص يحركك نحو العمل الله عز وجل لا شيء آخر. ولكن السؤال هنا، هل الضمائم الأخرى تضر أم لا، غير الرياء والسمعة اللي هذا نذكرها مستقلا؟ يعني واحد يريد في الحر شوي يتبرد يتوضأ لله وللتبريد، شوي سمين يريد يأخذ له حمية، الطبيب أعطاه حمية حتى لا يؤثر على قلبه مثلا هذا وزنه، فيصوم لله وللحمية، هل هذا مضر أم لا؟ شوفوا اللي حرك نحو الصوم الله عز وجل، ولكن الحمية. نجيب بعض الأمثلة اللي تقرب الجواز. هذا رجل فقير يأخذ صوم عبادة، صلاة عبادة، سيصلي لله أو لمال الأجرة اللي يأخذه؟ يصلي لله أم لمال الأجرة؟ إذن هل العبادات الاستجارية باطلة؟ لأنه حركه نحو الصلاة الفلوس المال. مثال آخر، واحد شوية في ضنك من العيش، متقتر على رزقه، يصلي لتوسعة الرزق، هذا الصلاة لله أم للرزق للدنيا؟ نقول بأن الضمائم على أقسام، إحنا عندنا ضمائم محللة محبذة، أنا أريد أصلي أعلم أطفالي الصلاة، تعليم الأطفال الصلاة أمر راجح مطلوب، فهذه الضميمة يعني يصلي لكي يعلم، هذه الضميمة لا تضر، لا بأس بها. بعض
لذلك في الرواية الشريفة كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك داعية. يعني أنت إذا شوفك رأوك دائما تصلي، أنت في المدرسة تبيت مع مجموعة من الطلاب في منتصف الليل تصلي، الباقين يتشوقون، ماكو داعي باللسان يتشوقون بعملك. فواحد يقول هل هذا العمل فيه رياء أو فيه الإخلاص؟ قال لا، الإخلاص لم يقل، هذا العمل لله عز وجل وإن كان لتعليم الآخرين. فإذا الضميمة الراجحة لا بأس بها، الضميمة المحللة مثل الحمية، تقليل الوزن مثلا، التبريد، أيضا هذا لا يضر بالعمل العبادي ما دام هو صدر منه هذا العمل لله عز وجل. ولكن مع ذلك قال ليش بس أغسل، خلي أتوضأ، ليش بس أغسل وجهي وأبرد وجهي، لا خلي أتوضأ، هذا لا يضر بالعمل العبادي أيضا، وينسب العمل عرفا إلى الله عز وجل. كذلك طلب الرزق أيضا، مما تطلب رزقك لمن صلي ركعتين تحت قبة الحسين سلام الله عليه وتطلب الرزق من الله، مما تطلب رزقك من الله. إذن جعلت الصلاة وسيلة لإيصال صوتك إلى الله عز وجل، وهم الأئمة هي النصوص الشريفة دلت على ذلك. فأيضا هذا لا ينافي الإخلاص، العمل مخلص لله عز وجل، وإلا ماكو أحد يصلي كصلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي عبدتك مطمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. طبعا أكو أحد غير أمير المؤمنين ومن حذى حذوه يوصل إلى هذه الدرجة؟ إذا صدرت رواية أو وجدوا رواية أو مرجع تقليد أفتى بأن صلاة الصبح اللي ما يصليها ما يدخل في نار جهنم، أكو بعد واحد يقعد في هذا الوقت لصلاة الصبح؟ إلا النادر النادر. الأغلب الأغلب الأكثر يصلون خوفا من النار وطمعا في الجنة، فهل هذا يخل بالعبادة وبالإخلاص؟ كلا، الإخلاص يعني أن يكون العمل لله وإن كان على نحو الداعي إلى الداعي. يعني هذا اللي يأخذ المال ليصوم يستأجر، صحيح داعيه للصلاة المال، ولكن الداعي يعني الداعي الأصلي هو الله عز وجل، ولكن ما الذي دعاني أن أذهب وأصلي؟ المال. فالمال داع على الداعي، يعني وجهني المال نحو الله عز وجل، ولكن صدرت الصلاة مني خالصة لله عز وجل. إذن لاحظوا بعض الروايات لا بأس بذكرها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تخليص العمل عن الفساد، لا يفسد عملك، أشد من طول الجهاد. في رواية أخرى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الإبقاء على العمل حتى يخلص، يكون خالص لله هذا العمل من أوله إلى آخره، أشد من العمل. العمل يمكن واحد يقوم يصلي ركعتين صعب في منتصف الليل صلاة الليل، ولكن أن يكون مخلصا أصعب. مثل ما يقال أن شخص كان يصلي في معبد من المعابد في بني إسرائيل، فرأى باب في منتصف الليل، رأى باب المعبد فتحت الباب وانسدت كأنما شخص دخل، فهو كان يصلي مسرعا فأبطأ في صلاته وأطال في الصلاة الأذكار المطولة إلى أن أكمل. ليش؟ لأنه زيد يشوفك هذا من الناس. فبعد ذلك التفت وإذا باللي دخل إلى هذا المعبد كلب أجلكم الله من البرد جاي لهنا يحتار، فشاف هذا مطول في صلاته، شنو ليراه هذا المخلوق والعياذ بالله، كيف يعني هذا الحظيظ حقيقة. طبعا في الفقه السيد الوالد ذاكر إذا واحد في البيت يسرع في صلاته، ولكن إذا هو إمام في المسجد يبطئ في صلاته رعاية لحال المأمون أو أي أمر آخر، هذا ما ينافي الإخلاص أيضا، بتفصيل ذكرنا جزءه في بحث الصوم. يعني مو أنه واحد يقول ما دام أنا في البيت مسرع أصلي ففي حرم أمير المؤمنين أيضا أصلي مسرع، مو أنه هنا أنا أبطئ، لا، هنا في موقف واحد يمكن تشوف تحصل له حالة روحانية، فهذه الحالة الروحانية تدعوه إلى الإبطاء
وعلى التكثير من الأذكار وعلى التطويل في الركوع والسجود، ما يخالف هذا. مو معنى أنه إذا واحد في بلده ما يصلي مستحبات ولكن في الأضرحة المشرفة يكثر من المستحبات، هذا مو معنى أنه في نيته شائبة من عدم الخلوص. هذا بالنسبة إلى بحث الإخلاص. هناك بحث الرياء وبحث السمعة، يمكن هذا نتركه للبحث المقبل. فإذا الخير إنما يكون خيرا إذا كان لوجه الله عز وجل أولا، وثانيا مطابقا لأمر الله عز وجل. الأمر الإلهي قد يكون مطلق وقد يكون مبين، يعني مقيد. يعني تارة الله يأمرك بصلاة الصبح فتصلي، وتارة الله يجعل الأمر مطلقا، مطلق التصدق، فهذا يكون مصداق للتصدق. ولكن التشريع، الله لم يأمرني بشيء لا بإطلاق الروايات ولا بخصوص الروايات أنا أجي أجعل لي بدعة جديدة وأنسب هذه البدعة لله عز وجل، قطعا هذا محرم لا شك في ذلك. طبعا الله هو ما يحتاج إلى عمل الإنسان، الله يحتاج العابد، يريدك عابد. عد عبد الله هو حر، كيف يمكن؟ لأنه إذا واحد ما كان عبد لله يكون عبد لكل شيء، يكون عبد لشهوته، يكون عبد للدنيا، يكون عبد للدينار والدرهم، يكون عبد للنساء، يكون عبد وهكذا للرئاسة وما إلى ذلك. فكن عبدا لله عز وجل، والله عز وجل يريد العبودية منك. ما الفرق بين الزنا والزواج؟ كلمات، وأكثر من كلمات. الله عز وجل هنا قال أنت امتثلت بهذه الكلمات، هذه زوجتك، فإن لم تتلفظ بها فهذا الزنا وفيه الحرمة الأبدية. هذا شنو معناه؟ أن تطوف حول الكعبة على اليسار، من يسارك مو من يمينك، هذا معناه العبودية، أن تتبع الله عز وجل، أن تكون عبدا ممتثلا لله عز وجل. وهذه مرحلة عالية يمكن تكلمنا عنها في بحث سابق. الله عز وجل في القرآن يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لازم واحد يتبع شيء أو شخص. إذا اتبعت الله عز وجل فاتصلت بالقوي المطلق وبالقادر المطلق وبالغني المطلق الذي لا يحتاج منك أي شيء، ما يحتاج الله، وإنما أنت الذي ترتفع بأعمالك. وإن لم تتصل بالقوي المطلق راح تتصل بالدنيا أو بالمرأة أو بالمال أو بما إلى ذلك من الأمور الدنية. ماكو شيء وسط أن يكون الإنسان، أن يقول الإنسان أنا غني عن كل شيء. هو مخلوق محتاج أن يرتبط، يرتبط بماذا؟ فهذا الأمر بيده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه، هواه سيطرت عليه، مو هو الذي سيطر على الهوى. في الآية الأخرى ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم عندما قلنا لهم اعبدونا مو تعبدون باقي الأشياء. هذه أيضا قضية. إذن العمل الصالح الذي فيه الإخلاص هو الذي يكون لوجه الله عز وجل ويكون بعيد عن كل سمعة ورياء، ونفصل بحث السمعة والرياء في البحث المقبل. وأيضا يكون مطابقا للأمر الإلهي، هسه الأمر العام أو الأمر الخاص، مو أنه هو يجي باشتهاء. الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، إبليس قال أنا أسجد لك يا رب العالمين، ليش أسجد لله؟ هذا صار يعني شهوته، مو ما أراده الله عز وجل. أما جبرائيل وميكائيل اللي فصلنا عنهما في البحث السابق وعن بعض مقاماتهما، أما جبرائيل وميكائيل فهما أول من سجد من الملائكة لآدم وامتثل أمر الله عز وجل، لذلك ارتفع هذه الرفعة الغريبة. طبعا العالون لم يسجدوا لآدم، وبينا أيضا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لم يسجدوا لآدم لأنهم كانوا من العالين، كما في الآية المباركة أم كنت من العالين. ليش ما سجدت أنت؟ يعني من المستثنيات، تكبرت، استكبرت، أم كنت من العالين؟ يعني كنت من الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم، وهم محمد وآل محمد.
لذلك سلمان والمقداد شبها بجبرائيل وميكائيل. لاحظوا الكتاب، وقال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام لما نزلت هذه الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآية المباركة. عندما نزلت هذه الآية في اليهود، اليهود تأذوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتمهم، يهجوهم، يشتد عليهم، يغلظ عليهم، فأتوا إلى رسول الله مستشكلين عليه. في حق اليهود والنواصب هذه الآية، فغلظ يعني اشتد صعوبة على اليهود ما وبخهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، عيرهم رسول الله بهذا الكلام يعني بهذه الآية. فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم، كانوا خطباء في اليهود، يا محمد إنك تهجونا يعني تذمنا، تعدد معايبنا، تشتمنا، معنى الهجو واضح، إنك تهجونا وتدعي على قلوبنا، تقول قلوبهم أشد من الحجارة، ما الله يعلم منها خلافه. لا، إحنا قلوبنا قلب، كل واحد منا قلب مطيع لله عز وجل، يصدر منه الخير، يتصدق وما إلى ذلك، ليش تقول هذه القلوب صعبة أصعب من الحجارة وأشد منها؟ ما الله يعلم منها خلافه، إن فيها يعني في قلوبنا خيرا كثيرا. من وين تدري؟ هل لا شققت قلبه؟ مو هذا كلام رسول الله؟ تشدرك أنه قلوبنا قلوب صعبة، يمكن إحنا لا، فيها خير كثير، نصوم على طريقتهم طبعا، ونتصدق، ونواسي الفقراء، نرفع عن عبء الفقراء، نواسيهم في صعوباتهم. فقال، وقلنا الأصل أن لا يشكل الإنسان في نوايا الإنسان إلا ما خرج بالدليل. إذا واحد كل حياته بنيت على الباطل، هنا أنا بعد ما تقدر لا تشكك في نواياه، تقول لا هذا اللي كل حياته على باطل، وهذا العالم اللي أساسه تارة العالم قلنا ينحرف في قضية، في قضيتين، يخطأ، يغلط، يتصور أمورا أخرى، يتهجم على شعيرة من الشعائر، يمكن هو كل حياته نظيفة بس هنا أخطأ في بيان المصداق، أو مدح مثلا ظالما من الظلام. إذا أمكن واحد يجي هنا يقول هذا بالنتيجة عالم أخطأ، ونعدد أخطاء، هذه أخطاء ما نقبلها، ولا إحنا لما ندرس كتاب الرسائل والمكاسب ما نجي نبين هنا الشيخ أخطأ وهذا مبنى باطل وهذا كلامه خلاف مبنى وهذا بناء باطل، ما يخالف نجي نقول فلان العالم هنا أخطأ، صدوق أخطأ في سهو النبي، اعتمد على رواية وهذه الرواية معرضة عنها ومعارضة بأقوى منها، وأنه نجي ننسب الفسق إلى رسول الله إلى الصدوق عليه الرحمة. ولكن إذا واحد له كل حياته بنيت على ذلك خلاص، بعد هنا ما له معنى أن نأتي ونقول بصحة ونحمل عمله، نحمل عمل على الصحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما الخير ما أريد به وجه الله. شوفوا إذا الإخلاص يكون الخير ما أريد به وجه الله، وعمل على ما أمر الله تعالى، يعني يكون العمل مطابقا للأمر الإلهي العام أو الخاص، مو أنه واحد هو يجي يشرع يبدع وبعدين يقول نعمة البدعة، هذا خوش بدعة كانت، أنه يقف متكتفا في الصلاة خوش بدعة، هو يسميها بدعة، لا هذا قطعا خلاف الأمر الإلهي. أو واحد يريد يصوم صوم الوصال يقول أنا ذلا لله عز وجل مو أصوم 12 ساعة، أصوم 24 ساعة، أوصل النهار بالليل والليل بالنهار، هذا باطل ومحرم وتشريع. وأما ما أريد به الرياء والسمعة، رياء وسمعة ومعاندة رسول الله، الواحد يفعل فعلا للعناد مع رسول الله،
هذا هدفه، كما أنتم اليهود تنفقون كي يتفرق أصحابي، كي لا يلحق بي الباقين من أهل المدينة، وإظهار الغنى له والتمالك والتشرف عليه، نحن أفضل ورسول الله شنو ما عنده شيء، فليس بخير، هذا ليس بخير، بل هو شر، بل هو الشر الخالص، ووبال على صاحبه، ويعذبه الله به أشد العذاب. نبين إن شاء الله بحث الرياء والسمعة ومعاناة رسول الله صلى الله عليه وآله في البحث المقبل. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.